اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهميه البالغه التي يحظى بها قطاع السياحه والاثار ضمن اجنده وملفات عمل الحكومه جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعه عدد من ملفات عمل وزاره السياحه والاثار خلال الفتره المقبله حيث تم استعراض جهود جذب وتنشيط قطاع السياحه واليات زياده اعداد السائحين الوافدين الى مصر خلال العام الحالي وكذا الاعداد المتوقعه وفودها الى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقاومات السياحيه المصريه على المستوى الدولي والمشروعات السياحيه الجاري تنفيذها